الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة داسو الفرنسية إيريك ترابي والوفد المرافق له بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات. جهود مصرية متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع. الجهود المصرية تتخذ عدة مسارات، من أهمها المسار الدبلوماسي في محاولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار يسمح بالتهدئة الكاملة، وصولا إلى إطلاق مسار يسمح بتحقيق الحل الشامل والدائم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية لتقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة. وأكد الرئيس السيسي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على هذا الصعيد، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. كما أكد بلينكين أيضا حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة. تتواصل الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين. في هذا الإطار تتواصل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في منطقة الشرق الأوسط لبحث مقترح بشأن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.
يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في الشرق الأوسط سعياً للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تقترب من دخول شهرها الخامس. وبعدما بدأ في السعودية جولته الخامسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب، يزور بلينكين القاهرة والدوحة على أن يتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. ويناقش بلينكين خلال جولته الجديدة في المنطقة مقترح هدنة أعد خلال اجتماع في أواخر يناير الماضي في باريس بين رئيس الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، ولم توافق عليه بعد إسرائيل أو حركة حماس. مقترح الهدنة يشمل 3 مراحل، وينص في المرحلة الأولى على هدنة تمتد لستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 محتجزا إسرائيليا في غزة، على أن يتسنى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. حركة حماس من جانبها أعلنت أنها لم تتخذ أي قرار بشأن المقترح، وهي تطالب بوقف إطلاق النار وليس هدنة جديدة. في المقابل تشدد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد القضاء على حركة حماس وتحرير كل المحتجزين والحصول على ضمانات بشأن الأمن في أراضيها. هذا ومن المتوقع أن يشدد بلينكين خلال زيارته لإسرائيل على ضرورة الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يواجه أزمة إنسانية كبرى، كما يركز التحرك الدبلوماسي أيضا على منع توسع التصعيد في المنطقة مع ازدياد الهجمات التي تشنها مجموعات في العراق وقوات الحوثي في اليمن ضد الولايات المتحدة والأهداف الغربية، ما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مضادة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، لقاء مهم للغاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، قراءتك لتأكيدات السيد الرئيس خلال هذا اللقاء يعني بشأن الموقف المصري الثابت من الأزمة في غزة وبشأن العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أيضا التسوية الشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الوكالات الأممية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا موقف مصر واضح منذ بداية الأزمة الحقيقة، لكن هذه الزيارة أهميتها أنها طبعا هي الزيارة الخامسة لبلينكين للمنطقة، وطبعا مصر دولة محورية لديها مفاتيح ولديها ارتباط واضح وهي من دول افريقيا والمملكة الأردنية. يعني الموقف المصري واضح فيما يتعلق بأهمية وقف هذا العدوان بشكل عاجل واستمرار إنفاذ المساعدات الإنسانية. مصر اللي قدمت مبادرة قبل ذلك أفسدتها إسرائيل بلا اغتيالات أو غيرها. كمان الحقيقة مصر بتحذر من اتساع هذا الأمر، والرئيس الحقيقة أكد على فكرة أهمية المساعدات وكمان وكل الدروس وتوشغيل اللاجئين الأمر اللي إسرائيل بتعاقبها بمزاعم وجود أشخاص خارج السياق. يعني هذا الأمر مهم، والرئيس أكد أهمية الدور المحوري اللي تقوم به، لأنه مزاعم إسرائيل إنهم يغيروها أو يبقى في منظمات أخرى ده خطر حقيقي. فالرئيس أكد أهمية كمان تنفيذ القرارات الدولية في مصر، لديها وجهة نظر مهمة. أولا خطوطها الحمراء فيما يتعلق بأمنها القومي أو مواجهة التصريحات غير المسؤولة من أي جوانب إسرائيلية، لأنه مصر لديها قدرات على حماية أمنها القومي. لكن كمان الحقيقة فكرة الحل الرئيسي إنه حل الدولتين هو الحل الرئيسي، لأنه هذه الحرب لم تحقق الأمن الإسرائيلي بجانب إنها دمرت البنية الأساسية وجعلت الحياة مستحيلة في غزة. الفكرة الإنسانية وإنفاذ المساعدات الجزء العادل، لكن كمان الحقيقة السياق العام. طبعا الولايات المتحدة عارفة أن مصر مهمة لأنها بتقدم المبادرات الحقيقية. كمان الجولة طبعا بتشمل قطر والمملكة العربية السعودية، وده جزء مهم أنها دول محورية مهمة في هذا الأمر وفي غيره. لكن الحقيقة أهم حاجة وهي الالتفات الامريكي للسياسات المصريه من اتساع نطاق الصراع
ومواجهه استمرار منع المساعدات بطريقه او باخرى بالشكل دي يمارس حرب تجويع او يشكل حرب تجويع ضد المسلمين في قطاع غزه. نعم. تابعنا ايضا استاذ اكرم انه في اشاده امريكيه واضحه جدا بالدور المصري الرائد في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقه، والا يتسع نطاق هذا الصراع وهذه الازمه الى المنطقه بشكل كامل. قراءتك لهذه النقطه تحديدا وهذه الاشاده الامريكيه؟ طبعا مصر دوله محوريه لانها لديها مفاتيح وتواصلات مع كل الاطراف ولديها تصور كامل لهذا الامر ولديها ارتباط حقيقي وشعبي ورسمي بالقضيه الفلسطينيه. لكن الاهم هنا بالفعل الاشاده الامريكيه تاتي من فراغ لان الموقف المصري واضح وقدرات مصر على التواصل مع كل الاطراف والمبادره الهدنه الاولانيه الاولى مصر اللي كانت مقدماها الحقيقه مع اطراف اقليميه اخرى. نعم. الهدنه الثانيه اللي كادت تنجح نفس الامر، وبالتالي فهنا مصر واضحه جدا لديها احترام للسلام وفي نفس الوقت قدرات على حمايه امنها القومي. دوله محوريه، دوله لها نفوذ حقيقي، لها كمان تواصل مع كل الاطراف. فالاشاده الامريكيه هي تحقيق يعني تقرير واقع بالموقف المصري المتوازن جدا والحقيقي والقادر على النفاذ الى كل الاطراف بشكل واضح. نعم. سؤالي الاخير بالاضافه الى الثقه الدوليه والاقليميه في الموقف المصري انها بتمارس الامر بسياسه خارجيه واضحه جدا. نعم. تتكلم عن سياقات سياسيه. سؤالي الاخير لحضرتك استاذ اكرم، توقعاتك لمخرجات هذه الزياره المهمه، الزياره الخامسه لوزير الخارجيه الامريكيه بلينكن الى مصر؟ هي تتوقف على قدرة الولايات المتحدة على التأثير على نتنياهو والوزارات المتطرفة في حكومته. نتنياهو بيحاول صب الزيت على النار وبيزعم أنه يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة. هو ما ثبت حلف الحجم المدنيين اللي سقطوا وأغلبهم 80% منهم أطفال بيكذب فكرة رد الفعل. الأمر الأهم هو أمريكا تنجح في حال قدرتها على الضغط على اسرائيل، لانه امريكا مصالحها تعرضت للخطر لكنها ضربت مصالح اخرى في سوريا او العراق او غير، لكن الحقيقه هي غير قادره وغير راغبه وارسلت رسائل بانها تفتح جبهه مع ايران، وده وارد جدا في حال استمرار نفس الامر. عجزت عن انها تنفذ الضربات ضد الحوثيين في البحر الاحمر، وبالتالي فمن المهم نجاح هذه الجوله يتوقف على انه امريكا تستمع الى حتى الخبراء الامريكيين بترك نتنياهو لمصيره، لانه مستقبله السياسي انتهى وهو يلعب لعبه انتخابيه. لا يمكن ان تضحي الولايات المتحده بمصالحها لصالح اسباب انتخابيه فاشله بالنسبه لنتنياهو اللي مصيره اصبح مجهول. فبالتالي هي قدره الولايات المتحده على استخدام شخصيتها، خاصه وانه جماهيريه بايدن في الولايات المتحده بتتراجع بسبب هذا الموقف المتردد وغير الواضح، وبالتالي نجاح هذه المهمة تقوم على قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات في سياق السياسة وفي سياق الحل النهائي للقضية الفلسطينية بعيدا عن أي تجاذبات أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. تحية لكم من جديد. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة داسو الفرنسية إيريك ترابييه والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.
أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول والذي أسفر عن وقوع إصابات. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكدت مصر دعمها الكامل لمسار الحل الليبي، وذلك دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية. وشدد نائب وزير الخارجية حمدي لوزا على الاهتمام البالغ الذي توليه القاهرة لإنجاز مسار المصالحة الوطنية وفد مصر في قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل. وذكرت الخارجية في بيان لها أن السفير لوزا استعرض الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. وفي يوميات الحرب على غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالنت إن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة. قال جالنت إن العملية البرية في قطاع غزة معقدة، زاعما أنها تتقدم وتحقق أهدافها، حيث ينشط الجيش الإسرائيلي في معظم أراضي القطاع. ميدانيا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء فضلا عن 143 مصابة. أضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27585 قتيلا، وذلك شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27585 شهيدا، بالإضافة إلى 66978 مصابا منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة وسط أزمة إنسانية حادة. يأتي ذلك فيما زعم جيش الاحتلال القضاء على العشرات من مسلحي الفصائل الفلسطينية.
رغم مرور 123 يوما على بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه، دمار في كل مكان وخراب طال كل شيء. وبرغم تعالي الأصوات المطالبة بوقف العدوان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يئن ويعاني، يواصل جيش الاحتلال قصفه البري والجوي والبحري لأنحاء متفرقة من القطاع، ما خلف العديد من الشهداء والمصابين. الضربات الإسرائيلية تركزت غرب مدينة غزة وشمال القطاع وفي المناطق الشرقية من خان يونس، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس. من جانبه، زعم جيش الاحتلال أنه قتل العشرات من المسلحين الفلسطينيين وألقى القبض على عشرات آخرين خلال عملياته في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، فيما حافظ جيش الاحتلال على بياناته اليومية بمقتل جنديين وإصابة آخرين في صفوفه دون توافر أي وسيلة تحقق من صحة هذه البيانات أو حديث عن خسائره المادية في المركبات والمعدات. على الجانب الآخر، وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة التي لم تسلم هي الأخرى من الاعتداءات، قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة. المنظمة الدولية أكدت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة بدون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات. كما شددت المنظمة الدولية على أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين بمن فيهم المسعفون. أوضاع صعبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أوضاع تنتظر الإعلان عن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وفصائل المقاومة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وصولا إلى وضع خارطة طريق لإنهاء دائرة العنف الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود عمليات نزوح مستمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، فيما اضطر 8000 نازح بمستشفى الأمل للمغادرة جراء الحصار والقصف المتواصل. أوضح الهلال الأحمر أن النازحين يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية والملابس الكافية، مشددا على أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين في غزة، خاصة الأمراض التنفسية. ودع مشيعون فلسطينيون في غزة جثامين أربعة استشهدوا في غارة إسرائيلية على رفح. وقال مسؤول صحي إن أربعة أشخاص على الأقل من بينهم طفلان استشهدوا أمس في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا ويعاني ربع سكان القطاع الآن من الجوع، وتم تهجير 85% من السكان من منازلهم وتكدس مئات الآلاف في مخيمات مؤقتة. للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجوه كثيرة، منها تلك المعاناة الكبيرة للأسر في توفير احتياجات الأطفال. ومن بين الشح الكبير في الطعام والماء، يعاني قطاع غزة من نقص العديد من الإمدادات بما فيها حليب الأطفال. أنا عندي طفلين بلبسوا بامباز، طفلين، يعني أنا بشتري لطفلين بامباز، بشق البامباز بثلاث شيكل، بعد ما كان الباكيت كله ب 13 شيكل، يعني كانت تنتين بشيكل. أسعار البامباز طبعاً خيالية جداً، يعني أنت تخيل كل تغيير تحفظه لابنك بدك كلبك
4 ل 5 شيكل كل مرة، والولد بده يغير له طبعا عشان انت تحافظ على ابنك بده تغير له قال لي شيء 4 مرات 5 فهذول في ال 12 او 15 ساعة يعني 24 ساعة بده 6 حبات 5 حبات، يعني بتحكي الولد بكلفك كل يوم 20 شيكل بالضبط، ويعني في وضع انه سيء زي هيك كل الاسعار غالية ما فيش دخل على الناس لانه فيش حليب، بطلنا نجيب حليب فبطلت حليب، يعني من شهرين ونص صرنا نطعميها، يعني مفروض ممنوع انها تاكل اي نوع اكل فوق الست شهور، من ست شهور فما فوق، بما انه ما فيش حليب يعني بمشيش معنا، يعني الطفل جعان فيش اشي غير بديل عنه، صرنا نجيب البسكوت الرز المطحون سيريلاك هذا، ان كمان يعني بالبنط الخط احمر ان وجد. انا بجيبش بامبز، بجيب شرايط وبحط لها اياهم نص، من وين اجيب؟ واللي زي جوزي قاعد بياخد شؤون اجتماعيه من وين اجيب؟ شدد الامين أبو الغيط أن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية، وذلك بالتواطؤ لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم، مناشدا كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل للأونروا بمراجعة هذا القرار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشكيل لجنة مستقلة لتقييم حيادية عمل وكالة الأونروا. يأتي ذلك في ظل تعليق عدد من الدول المانحة تمويلاتها للوكالة بسبب مزاعم إسرائيلية باختراق الوكالة من قبل الفصائل الفلسطينية. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، لا سيما بعد تعليق عدد من كبار الدول المانحة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تعليق التمويل يأتي في ظل اتهامات إسرائيلية للوكالة بأنها مخترقة من قبل حركة حماس، وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته الحركة الماضي. اتهامات أسفرت عن جدل كبير حول رغبة إسرائيل المعلنة من قبل عدد من المسؤولين بإنهاء عمل الأونروا في غزة، وهو ما استدعى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإعلان عن إنشاء لجنة مستقلة لتقييم حيادية الوكالة والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها. هي لجنة تضم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع 3 مراكز أبحاث من النرويج والسويد والدنمارك. الأمين العام للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قام بتعيين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها من أجل ضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت. وستقود مجموعة المراجعة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا، وستعمل مع 3 منظمات بحثية من النرويج والسويد والدنمارك. ومن المقرر أن يبدأ فريق المراجعة عمله في 14 من فبراير الجاري على أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الأمين العام بحلول أواخر مارس المقبل، بحيث يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر أبريل. في إسرائيل تتصاعد الدعوات لإخضاع الأونروا لعمليات إصلاح بعد الحرب أو أن يتم إيجاد بديل يؤدي عملها الحالي، إلا أن وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز إلى رئيس أركان جيش الاحتلال بإيجاد بدائل أخرى عوضا عن الأونروا لتقديم المساعدات إلى المدنيين في غزة. ووسط أزمة تمويلية حادة، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس اعتزام بلاده إرسال تمويل إضافي بقيمة نحو 4 ملايين دولار كمساعدة في ظل سعي الوكالة لحشد الدعم وسد الفجوات التمويلية الحالية.
لجنة التحقيق المستقلة لتقييم عمل الأونروا هي خطوة من أمين عام الأمم المتحدة لدحض المزاعم الإسرائيلية وتبرئة الوكالة الأممية من اتهامات تل أبيب التي تسعى بشتى السبل لتحقيق أهدافها العسكرية في غزة، حتى ولو بتجويع الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية والإغاثية من الوصول إليهم، وهي المهمة الأساسية لوكالة الأونروا منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي. يواصل معبر رفح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. أهلا بك محمد، لك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم يعني زملائي يعني نهى ورهامة، نحييكم من داخل مدينة العريش. ويمكن الجديد لدينا من داخل مدينة العريش هو مطار العريش، والذي يستعد الآن لعمليتي إجلاء من دولتي قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه العملية بحسب ما أكد لنا مصدر من داخل الهلال الأحمر المصري هي عملية لإجلاء بعض الفلسطينيين لتلقي العلاج في دولتي الإمارات وقطر. ويعني يصل عدد المصابين الذين سوف يتم نقلهم إلى هاتين الدولتين هو حوالي 30 مصابا، يرافقهم أكثر من 71 من الفرق الطبية لتلقي العلاج والرعاية وما يحتاجونه من مستلزمات طبية. أيضا الجديد لدينا من داخل مطار العريش هو ايضا وصول حوالي يعني 50 طنا من المساعدات الغذائيه والمساعدات الطبيه والدوائيه قادمه من دوله بلجيكا الى المدنيين في قطاع غزه. يمكن هذا ما يخص المساعدات والجديد داخل مطار العريش الدولي، ولكن على الصعيد الآخر ما زالت عملية تدفق المساعدات الغذائية من خلال الشاحنات متواصلة ومترصة من أمام معبر طيب. محمد، عظيمة فكرة تدفق المساعدات من دول عربية شقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة، لكن أعتقد من المهم أن نطلع المشاهدين على فكرة دخول هذه المساعدات والنفاذ إلى القطاع بشكل فعلي ووصولها إلى المحتاجين في قطاع غزة. إلى أي مدى هناك تشديد في الإجراءات التفتيشية من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل أو يمكن أن يؤخر وصول هذه المساعدات ونفذها إلى داخل القطاع؟ نعم يعني خلينا نؤكد أنه منذ بداية الأزمة أن عدد الشاحنات التي وصلت إلى معبر رفح، نتحدث عن أكثر من 10,000 شاحنة منذ بداية الأزمة محملة ب90,000 طن من المساعدات المختلفة، سواء كانت غذائية أو مستلزمات طبية أو دوائية وغيرها. ولكن الجانب الآخر هو الجانب الإسرائيلي هو من يتسبب في عرقلة بعض دخول هذه المساعدات من خلال طبعا وعد بعض العراقيل الخاصة بالمعبر من الناحية الأخرى، وهو الإجراءات التفتيشية. الإجراءات التفتيشية يعني 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 تأخذ العديد من الوقت. هناك عملية يعني كل شاحنة عندما تدخل إلى المعبر من الناحية الإسرائيلية ومن الناحية الفلسطينية يعني يعني نتحدث عن حوالي 5 ساعات متواصلة من إجراءات التفتيش والإجراءات التفتيشية ودخول هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى. أيضا نتحدث عن يعني طريقين يعني أساسيين للدخول، ومعبر كرم أبو سالم والمعبر الآخر. أيضا هذين المعبرين يعني لديهم بعض التحفظات من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يعرقل دخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة. ولكن على الجانب الآخر الجانب المصري لديه مرونة كبيرة في دخول المساعدات من الناحية المصرية وهو من ناحية معبر رفح. ولكن معظم الإجراءات التفتيشية والإجراءات الأمنية هي الإجراءات الخاصة بالجانب الإسرائيلي هي ما تعرقل دخول هذه المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. ونؤكد هنا أيضا
على الجانب المصري الكبير والدور الكبير الذي تلعبه مصر في تقديم كافة أشكال الدعم وكافة أشكال الرعاية الطبية للمدنيين في قطاع غزة من خلال دخولهم إلى المستشفيات الرئيسية في مدينة العريش. نتحدث عن مستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد وأيضا ومستشفى بئر العبد، هذا الثلاث مستشفيات الموجودة في مدينة العريش بالإضافة إلى بعض المستشفيات الخاصة بالقاهرة. لكن الجانب المصري ملتزم جدا بكافة التعليمات، وهو أيضا يعني لديه مرونة كبيرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للفلسطينيين. ولكن المشكلة أو ما يعرقل هذه دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي أيضا والإجراءات التفتيشية والإجراءات الأمنية خاصة في دخول معبر. طيب سريعا محمد، ماذا بعد تعليق عمل وكالة الأونروا غوث وتشغيل اللاجئين، هذه الوكالة التي كانت ضلع أساسي في مسألة دخول المساعدات وتوزيع المساعدات في القطاع، إلى أي مدى تلمس يعني هناك عرقلة وتعطيل بعد طبعا تعطيل عمل وكالة الأونروا لأعمالها في القطاع؟ بالتأكيد يعني هذه العملية أو هذا يعني التعطيل لديه تأثير سلبي كبير على عملية دخول المساعدات الغذائية إلى من معبر رفح إلى المدنيين في قطاع غزة. ولكن طبعا يعني من الحين إلى الآخر تحاول السلطات المصرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني إلى دخول المساعدات يعني في إطار المتاح من الإجراءات الأمنية التي فرضتها يعني إسرائيل، دولة إسرائيل على دخول المساعدات إلى المدنيين. ولكن هو بالطبع كانت لها تأثير كبير على تسهيل ومرونة عملية دخول هذه المساعدات إلى المدنيين. ولكن نعم ولكن بالطبع هناك يعني مرونة كبيرة من الجانب المصري لدخول هذه المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من العريش. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وقال رئيس مجلس النواب إن ذكرى الإسراء والمعراج نستلهم منها الصبر وعدم الاستسلام لتحديات الواقع، وتجعلنا نؤمن بأن من رحم المحن تولد المنح. وقد ختم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بالدعاء بأن يحمي الله مصرنا الغالية وأن يمكن لها سبل التقدم والازدهار تحت القيادة الوطنية الرشيدة للرئيس السيسي. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وتقدم رئيس مجلس الشيوخ للرئيس السيسي والشعب المصري بأسماء آيات التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مصر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى، مشيرا إلى أن تلك الذكرى التي ننهل من دروسها المزيد من الثقة، داعيا الله أن يحرر أقصانا المحتل وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تقدم فيها بأسماء آيات التهنئة للسيد الرئيس داعيا المولى عز وجل أن يكلل المسيرة الوطنية بالتوفيق والسداد، مشيرا إلى أن هذه المناسبة أكدت على الوسطية والتسامح والاعتدال في الدين الإسلامي لهداية البشرية جمعاء. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ولفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. ها
هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وقال مفتي الجمهورية إن ذكرى الإسراء والمعراج العطرة أكدت على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى وبصبره على البلاء، لافتا إلى أن جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم، لأنها قضيتنا أو قضيتنا التي لن تغيب عن اهتماماتنا. وأضاف مفتي الجمهورية أن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه، مثل حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الكورية الجنوبية لبحث فرص التعاون الممكنة مع الشركة خلال الفترة القادمة. أوضح رئيس الوزراء أن سامسونج إلكترونيكس هي شريك مهم للحكومة المصرية، وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات لشركة سامسونج إلكترونيكس في مصر خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية يمكنها أيضا الاستفادة من فرص وحوافز التصدير من مصر للأسواق المستهدفة. وخلال الاجتماع شرح رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر خطة الشركة لزيادة صادراتها من مصر إلى السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن صادرات الشركة من مصر تبلغ 700 مليون دولار وأنها تتطلع لزيادتها بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر، مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج وتقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة التي يجب الحفاظ عليها. وخلال اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر، كلف مدبولي وزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة إنتاج 100 طن من الحرير سنويا بما يسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما أشار مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوطين مختلف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة بما يسهم في زيادة الصادرات وفي توفير المزيد من فرص العمل. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاتحاد الدولي الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر كيت فوربس، التي بدأت أول جولة لها في الشرق الأوسط بعد توليها المنصب بزيارة لمصر. خلال هذا اللقاء ثمن رئيس الوزراء جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم. وشدد مدبولي على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري لتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة في هذا الصدد. وركزت مناقشات رئيس الوزراء مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على سبل تنسيق الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. We'll be right back.
تختتم اليوم فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. وخلال احتفالية اليوم على هامش فعاليات المعرض، سلمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني شارة ضيف شرف المعرض من مملكة النرويج التي حلت ضيف شرف الدورة الحالية إلى سلطنة عمان التي تم اختيارها كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب. وحضرت الاحتفالية سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتستال ونائب سفير سلطنة عمان بالقاهرة الوزير المفوض خليفة بن راشد الشمسي. للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، هل لك أن تطلعنا على أبرز الفعاليات لديك في اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل يختتم معرض الكتاب اليوم نسخته 55. هذه النسخة ربما التي شهدت عدد كبير من الفعاليات وإقبال كبير جدا من الزوار، حيث قاربت أعداد الزوار منذ بداية المعرض وحتى مساء أمس ما يقرب من 5 ملايين زائر لعدد كبير من الأجنحة. نتحدث بالطبع عن فعاليات كثيرة داخل هذا المعرض، ونتحدث عن ورش مختلفة وندوات ثقافية مختلفة. إذا تحدثنا عن اليوم الأخير خصيصا في هذه النسخة 55، نتحدث عن أهم الندوات أو أهم الفعاليات كانت لمؤسسة حياة كريمة التي شاركت الأطفال بندوات توعوية وتثقيفية حول اختيار الصديق وآليات الابتعاد عن الإدمان. بالإضافة لذلك أيضا يعني كان هناك ندوات من حياة كريمة حول تعريف المواطنين بما نشاطات حياة كريمة في القرى المختلفة وبناء الإنسان وبناء بشكل عام القرى المتنوعة. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت أيضا هي الجزء الخاص بنقل ضيف الشرف وتسلم دولة سلطنة عمان للدورة 56. ستكون ضيف شرف هذا المعرض بعد أن سلمتها مملكة النرويج، كانت ضيف شرف هذه النسخة النسخة 55. وخلال عملية التسليم والتسلم كان هناك تكريم أيضا للفائزين بهذه النسخة من أفضل ناشر عربي وأفضل ناشر مصري أيضا وأفضل رواية وأفضل نقد كتاب للنقد الأدبي وأفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للأطفال. تم تسليم الجوائز وهي عبارة عن شهادات تقدير وأيضا جزء خاص بتكريم خاص داخل هذه الندوة لهؤلاء الفائزين اليوم داخل المعرض بحضور وزيرة الثقافة وأيضا الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب يعني كان متواجد وكرم هؤلاء الفائزين. بالإضافة لذلك أيضا كان هناك اليوم حالة خاصة في الجناح الخاص بالأطفال وقصور الثقافة للأطفال، حيث شاهدت إقبال كثيف جدا وكبير من الأطفال وفعاليات للتلوين وأيضا فعاليات ثقافية للتأكيد على سمة الهوية المصرية، حيث شارك الأطفال باللبس السيناوي وشارك الأطفال باللبس الخاص بالنوبة وشارك أيضا بعدد من الفعاليات القومية التي تؤكد على يعني التأكيد على الهوية المصرية وأيضا الحفاظ على الأراضي المصرية والتأكيد على أن الأرض المصرية هي أهم ما يتم الدفاع عنه، وهذا داخل تم زرعه داخل الأطفال اليوم داخل هذه الندوات المختلفة. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري متحدثا إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الأخير لفعالياته. شكرا جزيلا كريم على هذه المتابعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم متضرر مجموعة من التماثيل الأثرية بمنطقة أثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على أن منطقة أثار سقارة وجميع مقتنياتها من التماثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماما ولم تقع بها أي أضرار على الإطلاق، مشيرة إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقا لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف.
وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء. وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.